مشاهدينا، ولمناقشة التقرير الذي أصدره صندوق النقد الدولي والذي ظهر متشائما بشأن الاقتصاد العراقي بعد انقطاع تصدير خط النفط كركوك جيهان، ينضم إلينا عبر سكايب من برلين الباحث في مجال الطاقة الأستاذ دريد عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام. بيان بدأ متشائما صدر من صندوق النقد الدولي بخصوص اقتصاد العراق بعد انقطاع تصدير النفط من خط كركوك جيهان، كيف تابعتم هذا البيان؟ حقيقة البيان صدر من خلال مباحثات استمرت حوالي 7 أيام بين صندوق النقد الدولي، خبراء صندوق النقد الدولي وخبراء عراقيين من الحكومة العراقية في عمان الأردن. هذا البيان هو بيان أولي ليعكس النظرة الأولية للخبراء. هو فعلا هذا البيان هو ليس متشائم، هو يوضح ماهية الأرقام اللي وجدت في هذا أمام في طاولة المفاوضات، منها أنه العراق خلال سنة 2023 ستكون لديه عجز حوالي 75% في الواردات الغير نفطية، بمعنى أنه راح يكون عنده عجز كلي بحوالي 6.5%. معناها أنه العراق خلال سنة 2023 التي نعيشها يجب أن يستدين بحوالي 10 مليار دولار من الدائنين الدوليين لكي يسد الميزانية في حال إقرارها. طيب، لماذا تركض الحكومات المتعاقبة في العراق على الاعتماد على الاقتصاد الريعي فقط وتصدير النفط؟ لماذا لا تنوع يعني موارد الاقتصاد كالسياحة، الزراعة، الصناعة التي كان يصدر العراق منها إلى العديد من دول العالم؟ لماذا النفط فقط يعتمد عليه؟ حقيقة من خلال التقرير اللي موجود، أعتقد أنه وضح المشكلة. مشكلة في آليات الحكومة العراقية في تنظيم الموازنة العامة وكذلك الميزانية. هذه الآليات فقيرة ولا تعطي مجال للتصنيع والصناعة أو حتى الزراعة لكي ينهض. هذه هي المشكلة التي أشرها التقرير في جزء من ملاحظاته. طيب، هنا ما أثر يعني تمسك أو ركون الحكومات على اقتصاد الريعي للنفط فقط بمقابل يعني عدم إلائها الاهتمام بالقطاعات الأخرى على المدى القريب والبعيد للاقتصاد العراقي؟ أعتقد المواطن العراقي دا يلاحظ المشكلة، يعني الآن هو في دوامة المشكلة هذه اللي دا تتساءل عنها. اليوم التضخم وصل إلى حوالي 7%، وراح يقل صحيح إلى 5 و7 لكنه عالي. كذلك البطالة زادت، وكذلك الفقر بنسبة تقول إنها 30، وأعتقد إنه هي فوق 47% من عدد السكان. مستوى الدخل في العراق سينخفض هذه السنة، وتسلسل العراق الناتج من مستوى الدخل الفرد كذلك حيقل إلى مستوى إلى 3 أو 4 مراكز أخرى من 114 الآن حتى 2023 الشهر الثاني أعتقد إلى 117. طيب، بموازاة ذلك يعني عدد العاطلين عن العمل وفق وزارة التخطيط ربما يصل إلى 4 ملايين بل يفوق 4 ملايين، ما أثر ذلك على اعتماد الدولة أو الحكومات على الاقتصاد الريعي فقط بمقابل أن القطاعات الأخرى متوقفة عن العمل، فبالتالي ربما يزداد عدد العاطلين مع عدم وجود قطاعات أخرى غير النفط؟ أعتقد أن عدد العاطلين يفوق اللي ذكرتها وزارة التخطيط بكثير. نعم. هو قد يصل إلى 11 مليون إنسان، بمعنى أنه 25% من الشعب العراقي هو غير قادر على العمل لأنه عاطل. نعم. هذا جعل نسبة المشتغلين في سنة 2021 22 23 من كل كافة قطاعات العراق تصل إلى نسبة 21%، وهي أقل نسبة في تاريخ العراق ككل. 21% من الشعب العراقي يعمل، هاي النسبة جدا ضئيلة، تحتاج إنه
ترجع إلى مستويات ما قبل 20 إلى 40 سنة، اللي هي وصلت إلى 47 أو إلى 50%. هذا هو النسبة الطبيعية للعراق كدولة اشتراكية أو دولة من دول العالم الثالث بهذا المستوى. أما أنه 21% هذا يجعل الفساد والجريمة تزداد في المجتمع. كذلك توضيح الصورة للمواطن العادي راح يكون صعب بسبب الفقر الشديد. يعني ارتفاع نسب الفقر، ارتفاع نسب البطالة، وكذلك التضخم الذي يستمر بالصعود في العراق، أثر هذه الأعداد الكبيرة من العاطلين على الاقتصاد وعلى المستوى الاجتماعي في العراق كيف سيكون بعد سنوات؟ والله هو بتوقع التقرير الأولي هذا متوقع أنه حتمشي هذه الأمور بنسب مع استدانة الدولة العراقية لأموال للخارج، لكنه المشكلة في السنوات المقبلة. نعم. السنوات المقبلة إذا استمر هذه السياسة، السياسة المالية الخاطئة في للحكومة العراقية، أعتقد أننا سنشهد مشاكل أكبر وعدم يعني ومشاكل مجتمعية في داخل المجتمع العراقي. وأعتقد زيادة العاطلين ستسمع في داخل العراق ومن خارج العراق. نعم. من برلين الباحث في مجال الطاقة الأستاذ دريد عبد الله، شكرا جزيلا لوجودكم معنا.